اكل ما اتاكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش. سابي مش عاوز حركه، امي سيطره، همشيك مسطره، بنت الجيران شغله لنا عنايا، ما خصمه حاجة. الشاعر مصطفى حدوتة في لقاء مختلف جدا. أول 10 نجاحات وكانوا نجاحات كبيرة، هما مش نجاحات بنت جدا. هو بتاع 40 ده اللي هو 40 مليون. 40 مليون أه. أبو 40 مليون دي. أنتوا ناس طيبة أوي يا خالد. إحساسه إيه لما اشتغل مع الهضبة عمرو دياب؟ لأنكنا بقى في قمر دي عملتها وبعتها له، قال لي مبروك الأغنية كسرت الدنيا. قبل أي حاجة قلت له فين كسرت الدنيا، فين هي نزلت؟ قال لي لا ما نزلتش، كنت بغنيها فرح وكسرت الدنيا. وحكاية خلافه مع لميس، وهل كان بسبب أغنية مسيطرة؟ ولما جت تكلمني تاني عشان نعمل شغل وقلت لها هو كلامي وأنا حر فيه، فشكرا والموضوع ده. ورأي مفاجئ من مصطفى حدوتة في أغاني المهرجانات. في اختراع كده طلع مره واحده ناتش الالحان، مش دي الاصول ولا ايه يعني مصطفى ولا ايه؟ مش احنا ربنا كده صلي بينا على النبي. انتظروا الشاعر مصطفى حدوتة في حلقه جديده من عيش سعيد. عيش سعيد في الاوقات التاليه على اي تي سي فينا حاجه حلوه.